Saddam Hussein's ability to wage war. هل كانت إيران موافقة على قيام الأمريكيين بإسقاط نظام صدام؟ طبعاً وشجعوا القوى والفصائل القريبة عليه. بر ملت أمريكاني مرگ بر سياسات های أمريكا مرگ بر استكبار. كان قاسم مؤيد للغزو الأمريكي من تحت صدام؟ نعم طبعاً. يعني رفسنجاني قال نحن لا نستطيع أن نؤيد ذلك علناً، لكن إسقاط صدام بالنسبة لنا شيء كبير، نصر كبير. خبث أمريكا قد نزل أثره في الجو العام للمنطقة. نعم، لقد تم هذا التنسيق بلا شك، بحيث تحل المعارضة العراقية مكان صدام حسين. والأمريكيون كانوا يعرفون جيدا أن جل هذه المعارضة كانت في إيران، ودون التنسيق معها لن يتمكنوا من إسقاطه.